بناء على طلب المشاهدين هنشرح النهاردة إن شاء الله موقع يوبيت دوت نت لتجارة العملات الإلكترونية أو العملات الرقمية. في البداية أحب إن أنا يعني أقول خبر يمكن يكون سعيد لبعض الناس. إن شاء الله الأيام اللي جاية ديت هيبقى في دورة كاملة شاملة عن تجارة العملات الإلكترونية والتداول. امتى اشتري العملات، امتى ابيع العملات، ازاي اعرف ان العملة ديت هتصعد او ازاي اعرف ان العملة ديت هتهبط، ايه الوقت الصحيح اللي اشتري فيه او الوقت الصحيح اللي ابيع فيه، امتى ما اخافش ان في عملة نزلت وامتى اخاف ان في عملة نزلت. في حاجات كتير جدا جدا، مستقبل العملات، ايه هي العملات الجديدة، ايه هي العملات اللي ممكن يعني مستقبلا تزيد معايا بشكل كويس او تقل معايا، وحاجات كتير واسئلة كتير جدا جدا هنتعلمها مع بعض، وخصوصا للمبتدئين، لان انا هشرح بطريقة مبسطة جدا 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 اي حد يقدر يستفاد من الشرح ده سواء مبتدئ او محترف، وان شاء الله تبقى معلومات قيمة جدا جدا ومعلومات صحيحة 100% او بنسبة 99%، ونسيب 1% بس للخطأ، لأن أي إنسان معرض إنه يخطأ. فطبعا أول فيديو هينزل في الدورة ده هيكون متعلق بالفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه. لازم أو يعني طلب منكم إن الفيديو ده يوصل ل 500 لايك، 500 لايك بس يا شباب، مش عاوز أكتر من كده. بمجرد وصوله ل 500 لايك إن شاء الله أنزل لكم أول فيديو في دورة التداول او تجارة العملات الالكترونية. تمام كده يا شباب، فما تبخلش عليا بلايك لايك لايك، واشترك بالقناة لو انت لسه مش مشترك معانا، وفعل الجرس علشان اي فيديو انزله يظهر عندك على طول في رسالة وتقدر تشاهد الفيديو وتستفاد منه اول شخص. تعال نشرح موقع يوبيت. موقع يوبيت طبعا في خلال الدورة اللي هنشتغل فيها ان شاء الله هنشتغل عند اكتر من 3 اربع منصات، منهم البولونيكس ويوبيت. طبعا احنا شرحنا البولونيكس قبل كده في 3 فيديوهات او فيديوين تقريبا، والنهاردة هنشرح يوبيت، وان شاء الله في ايام تانية نشرح مواقع تداول اخرى. ليه يا شباب بقول لك ننوع في مواقع التداول؟ لان في عملات مش هتلاقيها في يوبيت، وفي عملات مش هتلاقيها في بولونيكس، وممكن عملات موجودة في بولونيكس ما تلاقيهاش في يوبيت وهكذا. فانت ممكن يكون في قدامك عملة كويسة عايز تستثمر فيها ولكن مفيش موقع تداول موجود فيه العملة ديت، فانت تقدر يعني من خلال الاربع مواقع اللي هنشرحهم ان شاء الله تقدر تستثمر في اي عملة انت عاوزها وتحولها على المحفظة الخاصة بالعملة ديت للأمان لو انت هتستثمر لفترة طويلة، او لو هتشتري وتبيع على طول يبقى تفضل في المنصة اللي انت شغال عليها. تمام كده يا شباب، تعال نبدأ شرح النهاردة موقع يوبيت. الموقع يعني الواجهة بتاعته سهلة جدا جدا، هو زي ما انت يعني ما تخافش لما تشوف المنظر ده كده، ما تخافش، هو سهل خالص، مفيش فيه اي حاجة صعبة، وهشرحه لك بالراحة خالص بحيث انه يوصل ليك لو انت لسه مبتدئ في المجال. طبعا في الجنب ده كده ديت العملات اللي موجودة في الموقع، تقدر تبحث عن اي عملة من خلال كتابة الرمز بتاعها. نبحث مثلا عن عملة البيتكوين كاش، فنكتب بي سي، نغير العملة الكتابة للعربي للانجليزي اقصد. طبعا الشباب المنصة تقيلة جدا، فبنصح انك تشتغل بقى من جوجل كروم، ما تشتغلش من فايرفوكس. فنقول له بي سي سي، تمام جاب لك هنا اهوت. طبعا احنا يا شباب لو لاحظت عملة البي سي سي كانت امبارح، وانا في الفيديو اللي انا شرحته امبارح نزلته على القناة، لو لاحظت هتلاقي كان سعرها 280 دولار او 270، الوقت سعر عملة البيتكوين كاش 332 ولسه هتزيد كمان ان شاء الله. يعني لو في حد اشترى امبارح يكسب النهاردة 50 دولار في العملة الواحدة، طبعا ده مكسب رهيب جدا جدا يا شباب. فتبحث برضو عن اي عملة اخرى من خلال الخانة ديت كده، نكتب الايثيريوم مثلا، تمام، فبيجيب لك اهوت ايثيريوم لو هتشتري بالبيتكوين او لو هتشتري بالدولار لو انت موجود معاك دولار وهكذا. يبقى ديت العملات الموجودة في المنصة اللي تقدر تشتري وتبيع فيها. تمام كده، طيب انا عاوز مثلا اشتري عملة الايثيريوم،
طيب انا هشتري ازاي وانا اصلا معيش بيتكوين او دولار على المنصة علشان اشتري؟ طيب يبقى قبل ما هنقول لك تشتري ازاي، يبقى لازم تشحن الموقع ازاي. هتضغط على كلمة والاتس، تمام كده، او المحافظ. اعذرونا يا شباب لان انا عندي برد النهاردة، فهيفتح لك كل المحافظ الموجودة في الموقع قدامك بالشكل ده كده، تمام. طبعا كل محفظة هنا بيقول لك انت ليك فيها رصيد قد ايه، يعني عملة البي سي سي ده رصيدك الموجود فيها، عملة الويفز ليك ده رصيدك فيها قد ايه، مش عارف ايه وهكذا. فالدولار هنا هوت او البيتكوين. طب انا معايا بيتكوين في موقع اخر او في محفظة بتاعتي، في اي في مكان اي محفظة، فعاوز احول بقى على المنصة، فهتضغط على كلمة زائد او الديبوزيت هنا كده، تمام. هتظهر لك المحفظة الخاصة بيك بعملة البيتكوين، هتاخدها وتروح تحول من المحفظة اللي موجود فيها البيتكوين بتاعك، تمام كده يا شباب، تمام كده. طب انا عاوز احول بالدولار، هنضغط على كلمة زائد ده قصاد الدولار، فبيدي لك 3 خيارات. اول خيار بنك الباير، وتاني خيار بيرفكت موني، والتالت مش عارف بنك كده غريب الشكل والاطوار. المهم، فلو معاك رصيد على الباير تقدر تشحن المنصة بتاعتك، والبرفكت موني نفس الشيء. طيب هنفرض ان انا معايا رصيد على الباير، هتضغط على ديبوزيت، بس بعد ما تضغط يعني تشوف المبلغ اللي انت عاوز تشحن بيه المنصة، 10 دولار، 20، 5، اي مبلغ اللي انت عاوزه، وتضغط على ديبوزيت. لحظات يا شباب، وهيفتح الموقع واجهة باير. تمام، فتح لك باير اهوت، وبيقول لك المبلغ المطلوب 10 دولار، تمام. وتضغط هنا كده على باير، وتضغط انت فاتح حساب في باير بايه، بدولار ولا الار يو بي او اليورو. فنضغط على الدولار، فهو بياخد 10 سنت عمولة، مفيش مشكلة. وتضغط كونفيرم وتعمل تأكيد للتحويل، وخلاص يبقى انت كده شحنت المنصة بتاعت يوبيت، تمام كده يا شباب. نرجع للمنصة تاني، بيرفكت موني نفس الشيء، يعني لو انت عاوز في رصيد معاك على بيرفكت موني تقدر تشحنه بنفس الطريقة تقريبا، تمام. طيب بعد كده خلاص احنا كده شحننا المحفظة بتاعتنا سواء بتكوين او دولار، تمام. هنروح بقى علشان نشتري العملة، فانا مثلا عندي عملة، نشتري ايه مثلا، هنشتري مثلا الايثيريوم، تمام. هنشتري ايثيريوم، طبعا الايثيريوم وصل النهاردة 303 دولار، شيء رائع جدا، من 180 دولار من اسبوعين او 3 فاتوا ل 300 دولار النهاردة، مكسب جميل جدا يا شباب. بصراحة التداول حاجة رائعة جدا، لكن عاوز خبرة قبل ما تبدأ فيها. طبعا ان شاء الله هنتعلم كل ده مع بعض في الدورة اللي جاية ان شاء الله، بس ما تنساش تضغط لايك للفيديو. تعال بقى نشرح خانة. طبعا في واحد انا كنت بقول على الكلمة ديت بوي، فهو قال لي اسمها باي، فشكرا للتصحيح. طبعا انا زي ما انتم عارفين ضعيف في الانجليزية بسبب دراستي، لان انا دارس لغة عربية، فاعذروني لو نطقت كلمة غلط باللغة الانجليزية. فنضغط يعني ده الخانة ديت المقصود بيها الشراء لو انا عاوز اشتري، وسيل لو انا عاوز ابيع، تمام. فهنا بيقول لك اهوت الواحد ايثيريوم ده المبلغ بتاعه، يعني هو الخانة اللي هي برايس ده سعره. ناخد كده نشوف سعره النهاردة كام، نروح للموقع ده، هسيب لكم كل الروابط في الوصف ان شاء الله. فسعره النهاردة 298 دولار، الايثيريوم 298 دولار. طبعا لما هيبقى معاك بيتكوين هيبقى موجود في الخانة ديت، هتضغط عليه، تمام، او هتشوف انت عاوز تشتري بقد ايه من عملة الايثيريوم، وهنا هيجيب لك التوتال. طبعا انا هنا محدد واحد، لو انت ما معكش تشتري واحد ايثيريوم كامل هتشي هتكتب صفر هنا كده، وتضغط هنا بقى شو انت عاوز تشتري منه قد ايه، يعني 0.0 وشوف انت يعني على حسب المبلغ اللي معاك. وبعد كده هيقول لك هنا التوتال اللي انت هتشتريه، يعني انا مثلا هشتري مثلا 2 ايثيريوم مثلا او 3 ايثيريوم،
ففي سعر الايثيريوم النهارده 298، ده التوتال اللي انا المفروض ادفعه. هروح هنا كده هيبقى 894 دولار، تمام. وبعد كده هضغط باي يعني شراء، بمجرد ما اضغط باي هيشتري اوتوماتيك على طول. طيب في حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة في الموضوع ده، لو انا عاوز ادي امر للموقع ما يشتريش بالسعر ده لكن يشتري بسعر اقل من كده، تمام. يعني هو دلوقتي ب 298 دولار، فانا عاوز مثلا اشتري لما يوصل 250 دولار. خلي بالك من النقطة دي. في الحالة ديت انا هعمل ايه؟ طبعا انا مش هسيب الكمبيوتر مفتوح 24 ساعة وافضل قاعد قدام الكمبيوتر علشان استنى اللي العملة تنزل اقوم شاريها، فده هيبقى شيء مجهد عليا جدا. الموقع بيقول لك لا، ارتاح خالص، ريح واقفل الجهاز بتاعك واحنا هنقوم بالمهمة ديت. ازاي؟ هنا بيقول لك البرايس ده او سعر الشراء ناخده كده ونحطه هنا، تمام. هيقول لك يبقى هو كده سعره 298، انا عاوز اشتري ب 250 مثلا، فهقول له هنا كده نحط زيرو وننزل ده شوية كده، نخليها مثلا 6، لا نزلت خالص، نخليها 5، ماشي، 6 تاني نخليها 4، ماشي، ونقول له 5، تمام، نقول له 4، ماشي. مثلا هنشتري بالبتاع ده كده، او نقول له 2 مثلا، تمام. كده بقى 200، يعني 148، لا احنا عاوزين 200 يا شباب، معلش انا اسف، 6 219، يعني تفضل تظبط كده لغاية ما توصل لرقم مظبوط 9، ماشي، خلاص هنشتري يعني بالمبلغ ده. يبقى انا هشتري ب 244 دولار، اول ما يوصل للمبلغ ده تشتري. هاخد ده كده كوبي وهاجي احطه هنا كده في البرايس، تمام، اقول له هوت باست، تمام كده، واديته اوردر بالشراء بالسعر ده اللي هو 96، زي ما انت شايف كده 96 اهو. اول ما هيوصل للسعر ده، تمام، هيقوم الموقع شاري، بس لازم اضغط على كلمة باي الاول عشان يدي اوردر بالشراء. طيب انا هنقول له كده ندي اوردر، طبعا هنا بيقول لي مفيش معاك بيتكوين، تمام، يعني هتشتري بحاجه مش موجوده مفيش، فانا معيش بيتكوين الوقت، فبيقول لا لازم يكون معاك متوفر معاك بيتكوين علشان اقدر ادي لك اوردر بالشراء ده. طيب بعد ما اديت اوردر خلاص، طبعا انا اعرفك ازاي توصل الاوردر بتاعك لو انت عاوز تلغيه. الشراء نفس الشيء، هنا هو البيع قصدي نفس الشيء، لو انا معايا مثلا واحد ايثيريوم او اتنين ايثيريوم وهكذا، فهنا هو ده سعر البيع وده التوتال بتاع البيع على اساس اللي انا معايا واحد بيتكوين، تمام. طيب انا عاوز ادي اوردر للبيع، انا عاوز ابيع ب 350، هو الوقت ب 300 وانا عاوز ابيع ب 350 دولار. هتيجي هنا في الخانة ديت نفس ما عملنا في الشراء هنعمل هنا برضو، هتيجي هنا كده وتعدل لغاية ما توصل ل 350 دولار وتاخد المبلغ كده كوبي وتحطه هنا وهتعمل سيل، تديله اوردر اللي هو يشتري لما الايثيريوم يوصل ل 350، او يبيع لما يوصل ل 300 350 دولار، تمام كده يا شباب. طيب ازاي بقى اقدر اتوصل للاوردر اللي انا اديت امر للموقع بيه؟ هتيجي هنا فوق كده على الخيارات اللي فوق كده وهتلاقي حاجة اسمها اوردرز، هنا كده هتضغط عليها، تمام، خلاص هو كده بيفتح لك قائمة الاوردرز اللي انت عاملها. فاهم؟ هنا بيقول لك اوقات نو اوبن اوردرز، يعني مفيش عندك اوردرات خالص. لما هتدي له اوردر هيظهر عندك كده. طب انا في طريقة حاجة معينة وعاوز الغي الاوردر ده، هتلاقي هنا علامة اكس كده، هتضغط عليها كده الاوردر اتلغى وتقدر تعمل اوردر تاني، تمام كده يا شباب، تمام كده. ده يعني باختصار النقاط المهمة في محفظة او في منصة يوبيت. في حاجات طبعا هنا طبعا زي قمار وحاجات من ديت، انا ما انصحش حد يشتغل بيها، اشتغل بالطريقة ديت فقط لغير، مفيش اكتر من كده، تمام. طيب انا عاوز دلوقتي اسحب فلوسي، يعني انا اشتغلت خلاص في الموقع وعاوز اسحب الفلوس بتاعتي من الموقع. السحب سهل جدا جدا وبسيط جدا جدا جدا. هتفتح والتس زي ما فتحناه الاول كده،
وطبعا انا معايا هنا مثلا من عملة البي سي سي، فهقول له ويزدرو اللي هي علامة الناقص بقى لو انا عاوز يعني اسحب، وهتضغط هنا كده وهتحط المحفظة بتاعتك، وانت شوف انت عاوز تحول قد ايه بعملة البي تي سي مثلا، وهتضغط على ويزدرو، وخلاص كده تتم عملية الارسال المال سواء للمحفظة بتاعتك او لمنصة اخرى او لاي مكان اخر. ده كان شرح بسيط جدا يا جماعة للمنصة بطريقة سهلة خالص، وان شاء الله في الايام اللي جاية هنشتغل اكتر برضو فيها ونتعرف على حاجات اخرى فيها، لكن زي ما اتفقنا مش هنبدأ شرح في الدورة غير لما الفيديو ده يوصل ل 500 لايك. ما تنساش تضغط لايك واشترك بالقناة، واشوفكم في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.